إذا تبقت أقل من 12 ساعة لبدء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع تصويت أكثر من 70 مليون أمريكي في الخارج والداخل بالتصويت المبكر. للحديث حول تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشكيل السياسة تجاه الشرق الأوسط، ينضم إلينا عبر سكايب من ديترويت محمد فضيلات، الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بك سيد محمد. يا أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخيرات سيد محمد. في البداية، كيف تفسر الإقبال الكبير على التصويت المبكر هذه السنة؟ هل هو يعكس توجهات محددة لدى الناخبين فعليا؟ يعني إذا نظرنا إلى التصويت المبكر هذه السنة، وإن كان يمكن اعتباره تصويت كبير، لكنه أقل من الانتخابات الماضية. إذا ما نظرنا إلى 77 مليون أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر مقارنة بأكثر من 120 مليون خلال الفترة الماضية، لكن هذا الرقم يعتبر يعني شكل من أشكال الحماسة للتصويت في الانتخابات، لكن مقارنة في الانتخابات السابقة هو ما يزال رقم يعني متواضع وأقل بشكل كبير من الانتخابات الماضية. لكن اليوم تبدو الاستعدادات يعني لدى الناخبين للغد هي الحاسمة للتصويت، خاصة إذا نظرنا لأن غالبية الجمهوريين يفضلون الانتخاب في يوم الاقتراع بدلا من الانتخاب المبكر أو بالبريد. طيب سيد محمد، هل هذا يفسر لماذا المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان يدعو الجالية العربية اليوم لمشاركة فاعلة؟ ما أبعاد هذه الدعوة حقيقة؟ يوجد دعوات من غالبية الأطراف تدعو العرب للمشاركة، خاصة في ظل المؤشرات الكبيرة التي تحدثت عن عدم رغبة العرب أو الجاليات العربية والمسلمة في المشاركة بالانتخابات كردة فعل على السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، خاصة الحرب الأخيرة على غزة والموقف الإدارة الأمريكية من إدارة هذا الصراع. يوجد حالة من اليأس، حالة من العزوف لدى العرب. يوجد تغير واضح في توجهات العرب، على اعتبار أن أي تصويت للإدارة الحالية هو شكل من أشكال دعم استمرار الحرب على غزة ودعم السياسة الأمريكية المنحازة إلى إسرائيل. وبالتالي لكن المأزق لدى العرب هو نفسه، أنه أي تصويت مناهض لهم معنى تصويت لترامب، وبكل ما تحمل الذاكرة من مواقف يعني أكثر عدائية مارسها ترامب خلال ولايته السابقة، عندما اعترف بالقدس واعترف بالجولان وكل سياساته المنحازة لإسرائيل. فاليوم العرب في موقف جدا حساس وإلى حد ما يعني متخبط، ولا يوجد حالة من اليقين. هذا ما يفسر أن نسبة كبيرة من العرب قرروا التصويت للحزب الأخضر، على اعتبار أنها ردة فعل وتعبير عن حالة رفضهم للسياسة المتنازعة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكنها تلتقي دائما على خدمة إسرائيل ودعم إسرائيل بغض النظر عن توجهات الدول العربية وقضايا العربية وتأثير هذا الدعم على مستقبل الصراع في المنطقة وانعكاساته على دول الجوار. طيب سيد محمد، بالحديث عن الانعكاسات، نريد أن نتعمق أكثر بما شهدناه من تصريحات قوية من الرئيس بايدن تجاه ترامب وجمهوره. كيف تنعكس هذه التصريحات على طبيعة الانقسام الحالي في المجتمع الأمريكي؟ يعني بتقديري يعني التصريحات من الإدارة الأمريكية الحالية تجاه ترامب والتصريحات المناهضة من ترامب تجاه الإدارة الحالية هي محاولة للاستحواذ على الصوت في اللحظات الأخيرة. كل ما تهاجم به الجمهوريين الديمقراطيين، يوجد لدى الديمقراطيين أسلحة مناهضة لهذا الحرب لهذه التصريحات، خاصة إذا ما نظرنا اليوم أن كل ما يحدث اليوم من صراعات ويأتي في ظل الحكومة السيطرة الديمقراطية. فبالتالي الخطاب الذي يتبناه ترامب اليوم هو خطاب إنهاء الحرب والوصول إلى تسوية دون أن يقدم خطة، لكنه يداعب مشاعر الناس. بالمقابل، كل التصريحات التي يطلقها الديمقراطيين على اعتبار الخطر القادم إذا ما فاز ترامب على الشرق الأوسط واستدامة الصراع، يمكن أن نقول ما هو الخطر الأكبر الذي يمكن أن يحدث أكثر من تواطؤ هذه الإدارة مع في إدامة الصراع في الشرق الأوسط نتيجة عدم اتخاذها خطوات عملية وحقيقية
قد تؤدي إلى كبح جماح إسرائيل وبالتالي السيطرة على الأوضاع في الشرق الأوسط والوصول إلى حالة تخفيض التصعيد أو وقف الحرب بالحد الأدنى. فبالتالي هو صراع انتخابي على الاستحواذ على الأصوات في اللحظات الأخيرة. سيد محمد، لو نظرنا في عمق الشارع أو المشهد الداخلي الأمريكي لوجدنا بأن الناخب الأمريكي لا يعنى كثيرا بقضايا الشرق الأوسط حينما يريد أن يختار رئيسا لأمريكا، وبالنظر إلى تطرفية الآراء الحادة بين الناخبين، ما هي احتمالية أن تقود الانتخابات المشهد الأمريكي الداخلي إلى الوسطية؟ أم أن المزيد من الانقسام والتطرفية في الآراء في المشهد لا مفر منها؟ المشهد في أمريكا يوجد حالة استقطاب حادة، ما تفضلت به صحيح. الناخب الأمريكي لا يضع في اعتباراته السياسة الخارجية كأمر أساسي في تحديد خياراته تجاه المرشحين. هناك مجموعة كبيرة، مروحة كبيرة من السياسات الداخلية والمواقف الداخلية التي هي مسار الصراع الأكبر. إذا تحدثنا عن قوانين الإجهاض، المثلية الجنسية، الضرائب، كل هذه المسائل تشغل الشأن الأمريكي أكثر. لكن مركزية الحرب ودورها اليوم في الانتخابات هو نتيجة حالة التضامن والاستقطاب الكبير التي شهدها الشارع الأمريكي خلال سنة وأكثر على الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتالي أصبحت حاضرة إلى حد ما، خاصة في الخطاب النخبوي لدى مجموعة كبيرة من المتعاطفين مع الشأن الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، أو من يمتلكون مواقف يعني صلبة ومتشددة تجاه يعني دفاعهم المتميت والدائم عن إسرائيل ضمن يعني مسار طويل من هذه يعني المواقف الثابتة لدى الجمهور الأمريكي، على اعتبار السياسة الأمريكية هي سياسة تعمل على حماية إسرائيل كجزء من يعني الأجندة الدائمة، خاصة إذا ما نظرنا إلى قوة ونشاط الجالية اليهودية الداعمة لإسرائيل ودورها وتأثيرها في الانتخابات. لكن تبقى السياسة الخارجية هي عامل هامشي في التأثير على يوم الانتخابات وهوية الرئيس القادم مقارنة مع مجمل القضايا الأساسية التي تهم الشارع الأمريكي. سيد محمد، نستنتج من هذا الكلام بأن قضايا الشرق الأوسط، ملف غزة وإلى آخره، كل ما يتعلق بالسلام في المنطقة هي فقط ربما مادة دسمة تسويقية لا أكثر من قبل المرشحين، وبالتالي إلى متى ستبقى الانتخابات الأمريكية مؤثرة على مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط؟ كما تفضلت، إذا نظرنا إلى تصريحات الطرفين كانت المؤشرات كلها تذهب باتجاه خسارة بايدن عندما كان هو المرشح لدوره ودور إدارته في الحرب على غزة. لكن عندما تم الدفع بنائبة الرئيس كمرشحة وجدنا هناك تعديل في الخطاب يتضمن إعادة التأكيد على حل الدولتين، تأسفها على الخسائر الفادحة في غزة، لكن في نفس الوقت هي تعيد التأكيد على أهمية وضرورة التزامها بأمن إسرائيل. ترامب على الجانب الآخر هو يقدم وعود فضفاضة تتعلق بنهاية الحرب، لكن لا يوجد له موقف حاسم أو واضح من حل الدولتين أو تحقيق المصالح الفلسطينية وإثبات هذه الحقوق. فبالتالي الصراع اليوم يبدو هو صراع على صوت الناخب العربي والشرق الأوسطي والمسلمين الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب ووضعوها في حساباتهم التصويتية في الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى جمهور محدود من الأمريكيين الذين تأثروا بين داعمين للقضية الفلسطينية أو داعمين لإسرائيل ووضعوها ضمن حسابات محدودة في الانتخابات. لكن في النهاية هذه القضية لا تؤثر بالشارع الأمريكي، ليست هي الحاسمة في شكل المرشح وشكل الناخب. إذا في عهد الإدارتين ننظر دائما إلى أنه لا شيء يحدث، دائما ما الديمقراطيين والالتزام الأمريكي بحل الدولتين وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، لكن الممارسات على الأرض في كلا الحزبين لا تؤدي إلى هذه النتائج نتيجة حالة التلكؤ وضرورة يعني الوصول إلى تسوية دائما يجب أن تكون مرضية لإسرائيل. طيب سيد محمد، بما أنك ذكرت التسوية وتحدثنا عن سياسة الإدارتين، صحيفة دعوت أحرانوت اليوم نشرت أن احتمال فرض تسوية على الاحتلال من جانب واحد يبدو أكبر في حال فوز هاريس،
لما قد تتحقق هذه الفرضية بعد فوز هاريس، رغم أن الإدارة هي ذاتها التي كانت قائمة طوال عام ونيف من هذه الإبادة والعنف ضد الشعب الفلسطيني؟ لا أعتقد أن الحديث عن التسوية الشاملة، التسوية الشاملة المشكلة الأساسية والوحيدة دائما أن أمريكا هي الراعي والوحيد لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنذ توقيع معاهدة السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجري الحديث عن التسوية الدائمة في كل محطة صراع قوية. بالتالي اليوم بعد هذا الصراع كيف، ما هو السبيل للخروج منه؟ الحديث عن تسوية دائمة. التسوية الدائمة بالأدبيات السياسة الخارجية الأمريكية تعني حل الدولتين، وحل الدولتين يفترض من الإدارة الأمريكية أن تأخذ إجراءات واضحة وثابتة ضد الاستيطان، ضد التضييق، ضد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ضد الحصار، وضد إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. لم نلمح هذا الأمر على مدار السنوات كلها. هذا الحديث يأتي في ظل، إذا نظرنا إلى الاستطلاعات الإسرائيلية كلها تتمنى عودة ترامب، على اعتبار أنه سيكون أكثر ليونة في تحقيق الأهداف الإسرائيلية. وبالتالي اليوم حتى الخطاب الناعم الذي تقدمه نائبة المرشحة الديمقراطية للانتخابات لا يرضي الجانب الإسرائيلي، على حتى وهو خطاب ناعم يتضمن في ثناياه دائما التأكيد على ضرورة حماية إسرائيل والانحياز الأمريكي إلى جانب إسرائيل. وبالتالي هذه مخاوف يعبر عنها بعد كل صراع كبير تشهده المنطقة، وتكون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعاد الحديث عن تسوية دائمة، لكن لم نصل في أي مرحلة إلى تسوية دائمة تتضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وهي حل الدولتين، دولة فلسطينية على الحدود 7 من حزيران والقدس عاصمة. كل الإجراءات الإسرائيلية أنهت هذا الحل على مرأى من الراعي الرسمي والوحيد لعملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ألا وهو الإدارة الأمريكية والإدارات المتعاقبة. سيد محمد، ختاما، إن كان الحديث عن التسوية هي فقط مجرد فكرة لذر الرماد في العيون، فهل يمكن أن يؤدي فوز هاريس إلى تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران، خاصة بعد تصريحات ترامب حول اتخاذ مواقف صارمة تجاه طهران؟ لكنه بالمقابل في وقت سابق لو استذكرنا كان يقول بأنه سيقود اتفاق للتطبيع بين إيران وإسرائيل. يعني إذا كان هناك تغيير كان يمكن أن يحدث بعد خسارة ترامب وخروجه من البيت الأبيض، خاصة أنه هو من خرج من الاتفاق النووي مع إيران. لكن على مدار 4 سنوات من عهد هذه الإدارة التي كانت يعني نائبة الرئيس هي المرشحة اليوم، لم يحدث اختراق كبير على صعيد العلاقة مع إيران. بالعكس، تظهر أمريكا كثير من العداوة والتهديد لإيران في ظل بما هو متعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي اليوم على غزة والأطراف المتداخلة به. لا يبدو في الأفق أن هناك تغيير واضح في السياسة الأمريكية تجاه إيران حتى الوقت اللحظة الحالية، ولا يبدو أن نائبة الرئيس في حال فوزها المرشح الديمقراطية قد تحدث هذا التغيير في المدى المنظور. سيد محمد، ختاما وبكلمة واحدة لنقل أو أكثر بقليل، بكونك في قلب الحدث، أنت تحدثنا من ديترويت في أمريكا، من سيفوز؟ ما هي المؤشرات؟ ترامب أم هاريس؟ أعتقد يعني أن المؤشرات، يعني للحقيقة لا يمكن أن أقول مؤشرات، خاصة أن حتى استطلاعات الرأي تتغير بشكل يومي، الاستطلاعات تتغير بشكل يعني سريع جدا. وبالنظر إلى الانتخابات السابقة والتي قبلها نتذكر كيف فشلت استطلاعات الرأي وخابت في توقعاتها، يعني بل كانت يعني معاكسة. لكن هذه الانتخابات غريبة جدا، النسب تتقارب إلى شكل قريب جدا وتتباعد خلال يوم لتعود لتتقارب. يوجد فروقات محدودة وهامشية في ولايات متأرجحة، في ولايات يعني محسومة، فيبدو هذه الانتخابات قد تحمل مفاجأة. يعني نعم، عنصر المفاجأة هو سيد الموقف سيد محمد، وإن غدا لنظره قريب. شكرا لك سيد محمد فضيلات على حديثك معنا من ديترويت في أمريكا. كل شكر.